ما هي الحيوانات المهددة بالانقراض؟ يزخر كوكب الأرض بالعديد من أصناف الحيوانات، وبعضها موجود بأعداد كبيرة في العالم، والبعض الآخر مهدد بالانقراض والفناء، إذ يوجد 722 نوعا من الحيوانات المهددة بالانقراض حول العالم، ومعظم هذه الحيوانات موجودة في المناطق الاستوائية والدول النامية. وللأسف يوجد الكثير من الحيوانات التي تنقرض قبل حتى أن يكتشفها علماء عالم الحيوان. وتختلف الأسباب التي تكمن وراء انقراض الحيوانات أو اختفائها، ومن تلك الأسباب التغيرات المناخية، وعدم قدرة هذه الحيوانات على التأقلم مع الجو الجديد، كما أن عدم قدرة بعض الحيوانات على التأقلم مع علاقات الافتراس والتنافس قد يكون من أهم أسباب تعرضها للانقراض. كما يعتبر التدخل البشري السلبي بالصيد أو قطع الأشجار أو الزحف العمراني من أهم الأسباب وراء انقراض بعض أنواع الحيوانات. ومن أشهر الحيوانات المهددة بالانقراض سلحفاة الغابة، حيث تعد من الحيوانات المعرضة للانقراض بعد أن زادت عملية قطع أشجار الغابات في بيئتها، إذ لا يوجد منها سوى 1000 سلحفاة في العالم في منحدرات الإنديز بكولومبيا بالتحديد. من الحيوانات المهددة بالانقراض أيضا الثعلب الطيار، ولا يوجد منه سوى 70 حيوانا حيا حاليا، وهو يوجد في جزيرة رودريغيز في المحيط الهندي. هناك أيضا طائر الكيوي، ويعتبر من أول الحيوانات المهددة بالانقراض على مستوى الطيور، وهو من الحيوانات المهمة في نيوزيلندا والذي يرمز لها، يعبر عن قوميتها. والكيوي من الحيوانات غير الطائرة التي لا جناح لها وله أقدام طويلة وقوية، الأمر الذي يساعده على العدو بسرعة والهروب من الخطر، وهي الوسيلة الوحيدة لها للدفاع عن نفسها. كما يغطي الريش الجميل الناعم جسم الكيوي، وتضع أنثى الكيوي بيوضها داخل الأعشاش المخبأة بين الأعشاب، ويتولى الذكر عملية رعاية البيض والرقود عليه لفترة 80 يوما. وأشار عالم في قضايا الحيوان في تقرير له أصدرته صحيفة فيرت بيرد زولوجي الصادرة في جمهورية تشيك، إلى أن الوقت ينفذ في سبيل الاحتفاظ بطائر الكيوي المميز في دولة نيوزيلندا رغم جميع المحاولات المبذولة من أجل حمايته من الانقراض. وأشار جيم سيلز، وهو خبير في عالم الحيوان من جنوب إفريقيا، إلى أن أعداد 6 أصناف من طائر الكيوي ستتراجع في نيوزيلندا بقدوم العام المقبل إلى أقل من 57 ألف طائر، كما سيتراجع صنفان آخران إلى 100 طائر فقط لكل صنف. وقد أشار العلماء قبل 10 سنوات إلى وجود أكثر من 85 ألف نوع من طائر الكيوي الذي لا يستطيع الطيران.